أقام ماستر حكامة الجماعات الترابية والتنمية المستدامة بكلية العلوم الاقتصادية والقانونية لجامعة ابن زهر بأكادير بتنسيق مع المركز المغربي للبحث والدراسة الترابية والمركز المغربي للدراسات وتحليل السياسات، ندوة وطنية حول مستجدات الميثاق الوطني للاتمركز الإداري بقاعة الندوات بكلية الحقوق بأكادير يوم السبت 9 فبراير 2019. الندوة عرفت جلستين تدخل خلالهما عدد كبير من الأساتذة الجامعيين من عدة جامعات مغربية، وفي ختام أشغال الندوة تم تلاوة التقرير الختامي. ونحن ندوة شهرين على صدور الميثاق الوطني للتمركز الإداري، بعد ذلك تناول الأستاذ جريسي تلفون كلمة عن المركز المغربي للبحث والدراسات الترابية، أشار إلى أن تنظيم هذه الندوة نابع من اشتغال المنظمين في المجال الترابي واهتمامهم بجهوية متقدمة باعتبارها ورشا مفتوحا وموضوع نقاش مستمر. بعد ذلك انطلقت الجلسة الأولى للفترة مع الأستاذ محمد أدردار الذي أشار بدوره إلى أهمية الموضوع باعتباره موضوعا للساعة، وبالنظر لأهميته على المستوى الدستوري السياسي التنظيمي. بعد ذلك تناول الأستاذ جلالي شبيه المداخلة الأولى حول أنماط التنظيم الإداري وواجب إيد المغرب من خلال الأنظمة التاريخية السياسية دراسة سوسيو-اقتصادية في الفضاء الترابي للتمركز الإداري والمصالح اللامركزة. خلال هذه المداخلة قدمنا مجموعة من الأفكار للنقاش، من بينها مسألة طبيعة تدبير السلطة من خلال الإشارة إلى التدرج من احتكار أو مصادرة السلطة إلى توزيع مشاركة السلطة عبر ثلاث المراحل: أوتوقراطية السلطة وأوليغارشية السلطة وديمقراطية السلطة. أشار كذلك إلى أنماط التنظيم الإداري التي تتبنى بين تمركز السلطة لا تمركز السلطة ولا مركزية السلطة، الشيء الذي يؤدي إلى تأرجح هذه السلطة بين الشخصنة وفي مقابل المؤسسة، المصادرة في مقابل التوزيع، والأوليغارشية في مقابل الديمقراطة. تقدم سياقا تاريخيا للأنظمة السياسية بالمغرب إلى حدود سنة 2011 حيث تم تقوية سلطة الوالي على الصعيد الجهوي، وأصبحنا نتحدث عن سلطة مركزية ومكتبة الملك وسلطة لا مركزية ومكتبة الوالي. الأستاذ بومغا إبراهيم تناول موضوعها دور التفويض في تفعيل التمركز الإداري عبر الإشارة إلى التفويض الإداري باعتباره طرحا كلاسيكيا يتم استحضاره من جديد عقب صدور الميثاق الوطني للتمركز الإداري. أكد أن مقاربة هذه المستجد يجب أن لا تنحصر في المقاربة القانونية، بل يجب تجاوزها لطرح إشكالية الأجراء والتفعيل. هنا طرح إشكالا متعلقا بتحليل آلية التفويض في الميثاق الوطني للتمركز الإداري وبحث مداخل جهة التفويض في خدمة التمركز الإداري. تحدث عن مجموعة من الأفكار المتعلقة بمسألة التفويض، وأكد على المداخل الأساسية لجهة التفويض خادما للتمركز الإداري عبر ضرورة الإقدام على تفويض الصلاحيات والاختصاصات ما له منافع كبيرة من تحفيز روح المبادرة، تقريب الإدارة وتقريب اتخاذ القرار ونجاعة وفعالية القرارات المتخذة وحسن الأداء الوظيفي. بعد ذلك تناول الأستاذ محمد الغالي كلمة مقدما مداخلة مرسومة بالتمركز في الهندسة الدستورية، قراءة في مصفوفة التوفيق بين مختلف التدخلات في المستويات الترابية. هذا التوفيق بين مختلف التدخلات الذي يجب أن يتم وفقا لثلاث عناصر، وهي الالتقائية، الكونفيرجونس، التعاضد، الميتواليزاسيون، وتضافر السينيرجي. تحدث عن ثلاث مستويات من السياسة العمومية ضمن الهندسة الدستورية، ومنها السياسة العمومية الترابية التي لم تتم استعرادها إلا سنة 2011، السياسة العمومية القطاعية، والسياسة العمومية الشاملة أو الوطنية. تحدث عن المرتكزات الدستورية كالفصل 31 من الدستور، تحدث عن كل التدخلات العمومية التي من بينها انتقاد التنمية السلم والاستقرار، وعن أنماط التدبير وكيفية تحديد التدخلات. المداخلة الأخيرة في الجلسة الأولى كانت الأستاذ أكرم القصاب، تحدث من خلالها عن الميثاق الوطني للتمركز الإداري كآلية لتسريع السياسة التنموية. أكد أن الحديث عن السياسة التنموية هو حديث عن برامج ومشاريع تتخذ على المستويين المركزي والترابي، ثم تسعى إلى أي حد يمكن اعتبار الميثاق الوطني للتمركز الإداري آلية لتسريع السياسة التنموية على المستوى الترابي، عرج على مجموعة من المفاهيم من بينها
على مجموعة من المخططات المبرمجة على المستوى الوطني منذ الاستقلال. تحدث كذلك عن مجموعة من العوائق والإكراهات التي تشوب سياسة النووية، ومن بينها ضعف الإشراك على المستوى الأفقي والعمودي، اتخاذ صعوبة اتخاذ القرار على المستوى المركزي دون مراعاة الخصوصية المحلية، وغياب المراجعة والتقويم. قدم مجموعة من المقترحات في هذا الصدد لتحقيق الكمية الترابية، ومن بينها تعزيز البنية الترابية بالموارد البشرية المؤهلة والكفاءة، وتوفير الموارد المالية، وأخيرا إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني والاعتماد على الشراكة بين القطاع العام والخاص. وأقدم الكلمة لزميلي رشيد لتقديم ملخص الجلسة التنمية. بالنسبة للجلسة التنمية، ترأس الدكتور رضا الله السباح بولاية النفط بأكادير ومن استقبال بحث القانون العام والحكمة أشغال الجلسة التنمية التي عقدت ثلاث مداخلات. أولا، مداخلة الدكتور حسين العظيم أستاذ باحث جامعة مزور ومستشفى مصر حكمة جامعة الرياضية المسلمة، كانت حول المستجدات لتقوى وطني للتطور الإداري وسؤال ملائمة والفعالية. في البداية أكد الأستاذ حسين العظيم أن هذا الموضوع يطرح مجموعة من التساؤلات كالسياقات والرهانات والإشكاليات والإشكالية المحورية التي يطرحها، وتتعلق بالمرجعيات ومن أهمها الوثيقة الدستورية والقوانين التنظيمية، ثم القانون المتعلق بتسيير وتنظيم أشغال الحكومة إضافة إلى النصوص التشريعية والتنظيمية الأخرى. واستحضر الأستاذ رامي السياقات التي جاء فيها المرسوم والتقارير التي بني عليها صياغة هذا الميثاق، وتساءل إلى أي حد يمكن تحقيق تلك الرهانات من خلال مقتضياتها، وعن كيفية تبسيط الإجراءات في غياب نظام معلوماتي متطور إضافة إلى معايير إسناد المسؤولية واستقطاب الكفاءات. كما أشار إلى المرتكزات ومن أهمها الجهة باعتبارها فضاء رائف والدور المحوري للوالي، وتساءل هل يتعلق فقط بالدور التنسيقي أو الدور الرئيسي، حيث أن الوالي هو الصغير والضغط على نفس السيد جميع المصالح المركزة. وأيضا تحدث الأستاذ عن مسؤولية رقابة الوالي ورقابة الأجهزة الأخرى وما أن التقارير التي تنجز من طرف هذه الأجهزة. أما عن التنفيذ السليم للميثاق، أكد أن الإصلاح العميق لا يستوجب الاستعجال، وأشار إلى غياب الأجهزة الخارجية للتقييم مع وجود مصطلحات مبهمة والتي قد تؤدي إلى خطورة مع خطورة توسيع سلطات الوالد التي قد تؤدي إلى إعادة التجارب السابقة. واختتم بأن إصلاح الإدارة يتطلب تغيير السلوكات والعقليات كما جاء في الخطاب الملكي. أما بالنسبة للمداخلة الثانية للدكتور محمد شاوي أستاذ باحث بجامعة القضائية بمراكش، والتي تناولت موضوع الوظيفة التنسيقية للوالي والعميل، حيث أكد الأستاذ في البداية على أن هذه الوظيفة هي أداة مهمة لتحقيق الاتقائية بين القطاعات في جميع المجالات، وتم طرح سؤال حول الشروط التي تسمح للوالي والعميل بممارسة الوظيفة التنسيقية. وميز الأستاذ أيضا بين المفهوم الضيق والمفهوم الواسع للسلطة التنسيقية، كما تحدث عن قصور النصوص القانونية رغم الإصدار هذه الوظيفة سنة 2011. كذلك أكد على إفشال القوانين التنظيمية المتعلقة بالجامعات الترابية لمهام التنسيق، وتطرق إلى النموذج الفرنسي على سبيل المقارنة. أما بالنسبة للمنصة الثانية، تطرق الأستاذ الشاوي إلى مشاركة الوالي في جميع الهيئات الاستشارية والتقريرية، كما أعطى مثال في العديد من اللجان والتي تمتد فيها مشاركة الوالي التنسيق إلى المشاركة في التدبير. وعن محدودية السلطات المخولة للوالي أو العميل، تحدث عن غياب الآليات الضرورية لتتبع جميع أنشطة المصالح الخارجية للوزارات، وأعتقد بالتالي بإكرارات أخرى غياب سلطة حقيقية في تقييم عمل مختلف المصالح، وإتقان كاهن مؤسسات الكاتب العام، عدم مطابقة مع النصوص للوثيقة الدستورية في إطار تراتبية القوانين، وأشار إلى ضرورة إعادة النظر في الضيق من ضمن اختصاصات الأول، وإخضاعه لسلطة رئيس الحكومة على غرار حكومة مصغرة، مع ضرورة توفير الكفاءات وأيضا تفعيل مناهج التدبير الهادئة. بالنسبة للمداخلة الثالثة للدكتور أستاذ دريس الحو، أستاذ بجامعة قاضي عياد بمراكش، والتي تناولت نطاق ذات مركز إداري على الدور الجهوي المتقدمة في إطار مقاربة سوسيولوجية في بيريا. في البداية أكد الأستاذ أيضا الحو على ضرورة الانتباه للتفاصيل من خلال قراءة مجانبة لما هو دستوري وإداري، والاعتماد على المقاربة السوسيولوجية لماكس بيبر، حيث تحدث عن أنماط التدبير الإداري في إطار دولة موحدة مع ضرورة اعتماد نقد مناء في إطارات علمية وأكاديمية. وأشار إلى أشكال المراقبة بشكل عام والمراقبة الترابية على وجه الخصوص، وركز على المفهوم الجهوي المتقدمة واعتبره تحديا ورهانا في نفس الوقت وهي المتابعة، وركز على كلمة المتقدمة أو التقدم، وأكد أنه مصطلح في إطار الأنثروبولوجيا مرتبط بالعديد من المفاهيم كنسق معين تقليدي، مع ضرورة مناقشة الأيديولوجيا الوطنية باعتبارها تعيق الجهوية المتقدمة، وأكد أن هناك قيم اجتماعية كثيرة مرتبطة بمفهوم الفيبيري والتي تشهد تناقضات مع المعاش اليومي للمغاربة، وأن القرارات يجب أن تؤخذ من الأسفل نحو الأعلى وليس العكس.
واعتبر ان الجوانب المتقدمه هي امتدادا، ولكن العالم المعولم يستوجب الحداثه المتقدمه. كما اشار الى ان الجوانب المتقدمه هي عمليه للاصلاح يجب ان تنطلق مما هو موجود اي من الواقع، مع ضروره القيام بدراسات حقيقيه واكاديميه في هذا المجال. وعن القراءة السوسيولوجية للكتاب والتمركز الإداري تطرق للعديد من المواد مع الإشارة بمصطلح البنية الذي تسمى بالغموض، وتساءل عن ما هي جذوة العمالة والأقاليم أمام الاختصاصات الموكولة للجهات، وعن مفاهيم فرع السوبسيدياريتي والإنصاف ركز على أنه تم تصنيفها كأهداف وليس كوسائل بما يرسخ للمركزية الإدارية، واختتم بفكرة ميشيل روكار التي تؤكد على ضرورة اعتماد لي كونتراتون البرامج بين الجهات والدولة لأجل ضمان التزام في التعاقد أمام البرامج التي ليست لها صبغة استراتيجية. شكرا.